السلام عليكم بونجور تو الموند، نتمنى تكونوا مزيانين بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في لاشين ديال كور انفورماسيون. دونك كيما شفتوا الفيديو كان واحد الجديد، غادي يكون في لاشين. دونك غادي يكون واحد لي كور ديال الثالثة إعدادي بالنسبة للمادة ديال الرياضيات. دونك نتمنى إن شاء الله تفهموا مزيان، وغادي نحاولوا نأكسيليريو باش نلحقوا على لي كور اللي راكم واصلين فيهم دابا، ويكون واحد الريزلتا زوين إن شاء الله نتمناو. دونك نكملو حنايا على الكور ديالنا ديال لوجيك كومبيناتوار. دونك كنا واصلين في الكود اخر بارتي ديال بروميي شابيتر، دونك غادي نكملوها. دونك بالنسبه لي كود كاينين ثلاثه ديال بون ماشي ثلاثه ديال لي كود، كاينين بزاف ديال لي كود بليزيور كود، ولكن دو كود جوج اللي غادي نستعملوهم بزاف واللي كيقريهم بزاف واللي كيطيحو في لي زيكزامان بزاف، اللي هو لو كود بي سي دي. نبداو بيه، غنديرهم هنايا. دونك لو كود بي سي دي et le code binaire réfléchi. Voilà, donc had les deux codes, had les deux le code louche nous voit, je m'en trouve louche. Donc nous avons le code BCD ou après nous avons le code binaire réfléchi. Donc le code BCD, il doit aller voir le tarif PSET, je traite de mobile. Donc le code BCD consiste à coder le chiffre décimal en binaire sur 4 bits. Donc 4 bits à l'idée en rouge, sans chercher le commentaire, sur 4 bits. Donc le code BCD consiste à coder le chiffre décimal en binaire sur 4 bits. Kima kan info. Bon, nchalhou tout d'abord. Donc le code BCD, vous pouvez coder un chiffre décimal qui houlou le binaire ou le kin ala 4 ديال les bits. 4 ديال les bits chnou houa, houa l'hexadécimal il a kontou aqlien. Donc l'hexadécimal il contient 4 bits. Donc allez ndirou le tableau, allez ndirou un exemple bach tfemo. Allez ndirou naya entre parenthèses. غادي نشرح لكم واحد الطريقة. دونك لو كود بي سي دي تو سامبلومون هو الديسيمال اون 4 بيت صافي. دونك من كاع هاد التعريف ديالو تقدرو يعني تقدرو تعرفو غير هادي، لو كود بي سي دي تو سامبلومون هو الديسيمال على 4 ديال لي بيت. غادي نديرو ان اكزومبل باش تفهمو. مثلا ناخدو لو شيفر 127 اون ديسيمال، شنو غادي يساوي لنا اون بي سي دي؟ دونك شنو غادي يساوي لنا؟ شنو كنا قلنا في التعريف كيتمشى على 4 ديال لي بيت، و 4 ديال لي بيت شنو هو؟ هو الطابلو ديال ليكزا ديسيمال. دونك غادي نرسمو الطابلو ديال ليكزا ديسيمال، وهادشي كنا ديجا شفنا في الفيديو اللي قبل هاد لي طابلو هادو. دونك غادي نديرو هنايا بشي قدنا. دونك نقسموها على 15 كما كنعرفو، يعني لا باز اكزاديسيمال عندها 15 والبيت عندها 4. دونك فوالا هو الطابلو. دونك ليكزاديسيمال كنعرفو عليه، كنبداو من هنا نديرو لا بارتي اكزا. دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك A B C D E F بيان سور. هادي سي 10، هادي سي 11 12 13 14 et 15. Voilà. هنايا غادي نبداو بلي بيت اللي عندنا. دونك قلنا عندنا 4 ديال لي بيت. دونك في الاول كنديرو 0 1 0 1 0 1 وكنمشيو بحال هكا حتى التالي. من بعد كنبقاو نديرو جوج جوج من الحاجه. دونك 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 هادشي كلشي شفناه في الفيديو في الفيديوهات اللي قبل. دونك هنا كنبقاو نتمشاو بالربعة. دونك ربعة ديال الزيرو، ربعة ديال الواحد، ربعة ديال الزيرو، وكنكملو هنايا بربعة ديال الواحد باش تأكدو أنه عندكم صحيح كتجي نيشان. يعني هنا كيما قلتلكم قبل ما مثلا راكم مكملين هاكا متشلقاو هنايا تلاتة ديال الواحد وصافي عليها مري الطابلو، لا كتجي ربعة ربعة ربعة، يعني كيجي يعني داكشي بلوغ. ألو هنا كاين تمنية. دونك واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية، تمنية ديال لي زيرو، ومن بعد كنديرو 8 ديال الواحد بحال هكا. دونك الى مشينا دابا درنا لو شيفر 127 مثلا، عندنا اللي خدينا هنايا
دونك 127 اون ديسيمال شنو هو اون بي سي دي؟ دونك شنو قلنا التعريف ديالو؟ قلنا لو كود بي سي دي هو الديسيمال على 4 ديال لي بيت. دونك هادي يعطيوك هما واحد لو شيفر اون ديسيمال. انت شنو غادي دير؟ دونك غادي نجيو هنايا عندنا هنايا نجيو للطابلو. دونك عندنا هنايا واحد، غادي نجيو للطابلو نشوفو الواحد لمن اي كوريسبون. دونك كي كوريسبون لهادي 0001، دونك غادي نكتبو هنايا 0001. دونك نمشيو قدام شنو كاين عندنا هنايا جوج، دونك جوج 0010، دونك 0010 سبعة اللي هي 0111، دونك 0111 فوالا نكونو كملنا. دونك غادي نغلقو القوس ديالنا وغادي نديرو هنايا اون بي سي تي حيت شنو بغاوها بي سي تي. دونك هذا هو التعريف ديالو، ها هو بي سي دي فوالا. دونك غادي ناخدو ان دوزيام اكزومبل باش تفهمو كتر. دونك شنو غادي ناخدو؟ ناخدو مثلا 225 مثلا، دونك اون ديسيمال شنو غادي يساوي لنا؟ يعني الا بغينا نكوديو هاد لو شيفر هذا ديسيمال نكوديوه اون بي سي دي، دونك شنو غادي يعطينا؟ غادي نجيو هنايا عندنا جوج، جوج هي 0010، دونك غادي نديرو هنايا 0010، كذلك جوج 0010، خمسة هي 0101، هاهي دونك هي 0101 فوالا. ونبلعو القوس ديالنا وهذا هو اون بي سي دي، ها حنا كودينا هاد لو شيفر هذا اون بي سي دي. دونك كنمشيو على هاد الطريقة هادي، ناخدو ان ديغني اكزومبل باش كومسا يكون كلشي واضح. دونك ناخدو مثلا 483 اون ديسيمال. دونك شنو غادي تعطينا 483 اون ديسيمال؟ دونك غادي نمشيو لي 4 بيت لي هما هادو. دونك 4 شنو هي؟ هي 0 100، 0 100، 8 هي 1000. كنجيو للطابلو وكنهزو كلشي هو هنايا واضح قدامكم. دونك 3 هي 0011، دونك 0011 فوالا. دونك كنغلقو كنديرو هنايا بي سي تي فوالا. دونك هكا كنكوديو لي شيفر ديسيمال اون كود، كنكوديوهم اون كود بي سي تي. دونك نتمنى يكون هادشي واضح. ما كاينش شي حاجه صراحه اللي واعره، راه باين. دونك قلنا لو كود بي سي دي هو ديسيمال اون 4 بيت، 4 بيت هو الطابلو ديالنا ديال 4 ديال لي بيت ديال ليكزاديسيمال، بمعنى ديال ليكزاديسيمال. دونك اي عدد يعطيه لكم هنايا غادي نشوفوا لمن يكوريسبون في الطابلو وكنكتبوه وصافي. دونك كنكونوا كودينا اي شيفر اون كود بي سي دي. دونك غادي ندوزو دابا لو كود بينير ريفليشي. الوغ لو كود بينير ريفليشي، دونك كذلك غادي نديرو له هنايا واحد التعريف ديالو. دونك كود بينير ريفليشي دونك لو كود بينير ريفليشي عندو ان اوتر نوم لي هو لو كود غراي او بيان كود غراي. دونك هاد لو كود تعريف ديالو ساهل، هادي تحفظو في ساعة. دونك هو الميغوار اون 3 بيت، ميغوار اون 3 بيت. علاش درنا هنايا الميغوار اون 3 بيت؟ الميغوار يعني مرايا كيما نقولو، يعني البينار. قبل كنا شفنا البينار ناتورال، دابا البينار ريفليشي. دونك البينار ريفليشي اللي هو الميغوار اللي هي المرايا، هو الطابلو ديال البينار ناتورال، ولكن يعني كيتعاودو شي حوايج فيه بحال المرايا. يعني اللي كيكون هنايا بحال كيما نقولو كيدير داك لو غوفلي، كيصدق حتى في داك، يعني لو ميم نوغ كيصدق لتحت. غادي نديرو الطابلو ديالو باش تفهمو لي مزيان. دونك فوالا الطابلو. دونك غادي نديرو هنايا، بغيت نبين لكم هي راه هنايا غير 3 بيت، ولكن انا اكسبري بغيت ندير طابلو كامل باش تعرفوا تو دابور شنو هو الطابلو ديال بينار ريفليشي كي كنديروا نكتبوه، ومن بعد الا بغينا لو كود غراي ولا لو كود بينار ريفليشي عاد غادي نريدو عند 3 بيت. دونك الطابلو ديالنا دونك كيما مداري 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. دونك هنا غادي نبداو طابلو ديال بينار ريفليشي. طابلو ديال بينار ريفليشي ماشي هو طابلو ديال بينار ناتورال، كاين واحد الاختلاف الوحيد اللي هو المرآة اللي هي هنا. علاش داكشي علاش كتبنا هنايا ميغوار؟ دونك شنو كنديرو هنايا في الاول؟ ما كيكونش واحد التغيير، ما تكون حتى شي حاجه. دونك غادي نبداو بطريقه عاديه. شنو كنا كنديرو؟ كنديرو هنا في الاول 0 1
كنشوف بحال هكا 01 01 01 01 دونك في البينير ريفليشي. دونك شنو غادي نديرو؟ في الاول كنديرو زيرو عادي، دونك مين كنحطو الواحد ديالنا، يعني مين كنكتبو هنا واحد، هنا فين كتبدا ديك القضيه ديال المرايه. دونك اللي كتكون هنايا كتكون هنا. مثلا الا حطينا واحد المرايه هكا، يعني الا حطينا واحد المرايه بحال هكا، راه هادي نفسها هادي تكون هنايا. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ دونك غادي نديرو الواحد هو الواحد هنايا. دونك هيا 1 ونمشيو عادي من بعد. دونك 0 عاوتاني 0 نديرو لواحد المرايه اللي تحت هنا بحالو. عاوتاني كنمشيو 1 مرايه ديال الواحد شحال هي؟ 1. عاوتاني 0 نفسو 1 0 0 1 0. دونك بحال هكا كنمشيو. نعاود نقولها لكم. دونك في الاول ما كنديرو حتى شي تغيير. دونك في الاول كنكتبو 0 ديالنا عادي. من بعد لو فيت اننا كنكتبو واحد، يعني لفت انك مثلا رانا غاديين 000 شفنا الواحد في الاول صافي، من تما كتبدا هاد الطريقه ديال الميغوار. دونك غادي نديرو 1 من بعد عاوتاني 00 بيان سور ماتش نكملو هادي كامله واحد، كتكون غير واحد، يعني اللي كتكون هنايا شحال ما كاين هنا غادي يكون هنايا. كانوا هنا جوج ديال الواحد غادي يكون هنا جوج ديال الواحد، كانوا هنايا اربعه غادي يكونوا هنايا اربعه. دونك هنا شنو عندنا؟ واحد واحد. دونك غادي نديرو واحد واحد. دونك 1 من بعد كتبنا 0 عاوتاني كتبنا 0 1 غادي نديرو 0 1 من بعد عاوتاني 1 0 0 كتبقى غاديه بحال هكا. من بعد شنو غادي نديرو؟ دونك هنا شنو كنا كنديرو في البينير ناتورال؟ كنا كنديرو 0 0 1 1 وكنمشيو بحال هكا، كنا كنخدمو جوج بجوج 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 بجوج. دونك دابا هادشي بقاو خدامين بجوج بجوج. قلنا مين كنديرو في الاول ما كيكون حتى شي تغيير، يعني الزيرو بدينا بالزيرو ما كان حتى شي تغيير حتى كنوصلو لواحد. دونك كتبنا 0 0 الوغ كتبنا 1 1 هنا يبدا التغيير. شنو قلت هنايا؟ قلت لي كتكون هنا كتعاود هنايا. دونك شحال عندنا هنايا من الواحد؟ عندنا جوج ديال الواحد. دونك غادي نديرو هنايا جوج ديال الواحد فوالا، يعني بحال غير اللي كيكون هنا كيكون هنايا صافي. دونك ربعه ديال الواحدات. الوغ هنا من مور الواحد شنو كنديرو؟ كنديرو 0 0 في البينير ديالنا العادي. دونك هنا 0 0 كذلك عندنا جوج ديال الزيرويات، غادي نديرو هنايا جوج ديال الزيرويات، ها هي اربعه. عاوتاني 1 1 ها هما 1 1 0 0 فوالا. نمشيو دابا لافونجي تاتا. دونك شنو كنا كنديرو قبل؟ كنا كنديرو ربعه الزيرويات ربعه الوحدات، الى راكو عاقلين. دونك كنديرو ربعه الزيرويات ربعه الوحدات ربعه الزيرويات ربعه الوحدات وكنكملو. دونك هنا ماتش نديروها، بدينا عادي بالزيرو، قلنا حتى كنوصلو لواحد وكيبدا التطبيق ديال هاد الميغوار. دونك شحال عندنا هنايا من واحد؟ عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال الواحد. غادي نديرو هنايا أربعة ديال الواحد بحال هاكا، يعني اللي كتكون هنا شحال ما لا كونتيتي ديال لو نومبر اللي كانت هنايا غادي تعاود هنايا. من بعد عاد نمشيو دونك 0 0 0 0 باش نكملو. هنايا لو كان كان مازال، يعني بحال الا كانت لا باز 32 ولا، يعني غادي نكملو 16 17، يعني هنايا لي باز نزيدو نكملوهم، غادي يكونوا عاوتاني ربعه الزيرويات عاود ربعه الوحدات عاوتاني ربعه الزيرويات اتسيترا. دونك غير حنايا رحنا كان يعني الكور اللي رحنا فيه كنريدو غير حد لاباز 16، ما كاين دوطخ باز، وكاين يعني الباز 16 كتمشي عاوتاني 24 32 شحال ما بغيت. دونك حنا اللي كنريدو هنايا صافي. نمشيو لارونجي التالتة. دونك شنو كنا كنديرو في لارونجي التالتة؟ كنا كنديرو 8 8. دونك هنا 8 8 دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 0 قلنا في الاول ما كنخدشوش فيه، ما كنديرو فيه حتى شي تغيير. غادي نمشيو دابا لواحد. دونك نديرو 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنايا كما قلت لكم ملي كيكون الطابلو مازال مكمل كان غادي نديرو 8 ديال الوحدات من تحت هادو، غادي نزيدو 8 ديال الوحدات، عاد نمشيو للزيرويات عاوتاني 8 الزيرويات وهي هكا غادي. دونك كنعاودها وكنقولها. دونك بيسكو حنا خدامين في لاباز 16 وفي ليكزاديسيمال، هنا كنريدو عند 15، وهذه هي الطريقه اللي كنديروها في البينير ريفليشي، وهذا هو الطابلو ديال البينير ريفليشي. دونك في الزيرو في الاول البدايه اللي كنبداو بها في الاول اللي كنبداو هكا لي زيرو كنحطوهم كما هما، ما كنديروش ما فيهم التغيير. لو فيت انه كنبداو نكتبوا الواحد تما كيبدا التغيير. مثلا لا رونجي الاولى شنو كنا كنديروا؟ 01 01 01 قلنا الزيرو حطيناه. الوغ مين بدينا كتبنا الواحد ها هو بدات، يعني شحال اللي كيكون هنا كيكون هنايا اللي كيكون من تحتو. دونك 1 عاوتاني 0 عاوتاني 0 عاوتاني 1 عاوتاني 1 0 مرايتها 0 لا مرايتها واحد كنبقاو غاديين هكا. لا دوزيام رونجي شنو كنا كنديرو؟ كنديرو 0 0 1 0 0 ايتترا. دونك هنا شنو درنا؟ درنا 0 0. دونك قلنا لو فيت انه كنبداو نكتبو واحد كيبدا التطبيق ديال الميغوار. دونك شحال عندنا هنايا من واحد؟ عندنا جوج ديال الواحد، ها هي جوج ديال الواحد مرايه. دونك اللي كيكون هنا كيكون هنايا. دونك ها هي جوج ديال الواحد.
من بعد جوج ديال الزريات هما جوج ديال الزريات جوج ديال الوحدات هما جوج ديال الوحدات ايتترا دونك نمشيو لارونجي الثالثه دابا دونك كنا اربعه ديال الزريات ما كنخطوش فيها بديه نكتبوا واحد شنو عندنا هنايا اربعه غادي نكتبوا هنا اربعه ديال الواحد كذلك الو بعد ونكملوا 0 0 0 0 0 دونك نمشيو لا 3 لا 4ييم رونجي دونك 8 ديال الزريات 8 ديال الوحدات جات مقاده هنايا فوالا هنايا ريدنا لو كان قلت لكم لو كان مازال باقي الطابلو مكمل يعني مثلا لا باز ديال 32 ولا دونك غادي تكون كما انا بديت في الواحد 8 غادي نعاود نكتب واحد 8 اخرى ديال الواحد عاد نكملوا بالزيرو فوالا دونك هذا هو البين ريفليشي غادي نمشيو دابا نديروا ان اكزامبل وما تنساوش واحد الحاجه راه ماشي هذا هو بون هذا الطابلو ديال بين ريفليشي ولكن لو كود بين ريفليشي كيريد عند 3 بيت دونك شنو غادي نديروا بحال حنا خدامين في الاوكتال ها 3 بيت هادي ريد حد لهنايا دونك غادي نخدموا غير بهادي علاش حيت هو غير 3 بيت قبل من بغاو 4 بيت خدمنا بالهكساديسيمال دابا من بغاو 3 بيت غادي نخدموا بالاوكتال دونك غادي ناخذوا ان اكزامبل مثلا ناخذوا 35 مثلا دونك هاد 35 هاد لو شيفر 35 غادي نمشي نحولو اون بينير ريفليشي دونك غادي نجي الطابلو 3 شنو هي 3 هي 0 10 دونك 0 10 و 5 شنو هي هي 111 اون بينير ريفليشي غادي نديرو ان اوتر اكزامبل مثلا ناخذهم غير من هاد الاعداد هادو دونك الا خدينا 56 مثلا دونك 56 بغيناها اون بينير ريفليشي دونك شنو غادي نجيو 5 شنو هي هي 111 ها هي 111 6 هي 101 ها هي 101 فوالا اون بينير ريفليشي دونك كانت هذه هي كان هذا هو الطابلو ديال بينير ريفليشي ساهل ماشي شي حاجه الصراحه ودرنا واحد لي زيكزامبل ها هما دو زيكزامبل دونك كنشوفوا العدد كما كنديروا في كل حاجه وكما كنديروا في لي زيكزامبل اللي فاتوا دونك 3 ها هي 0 10 ها هي 0 10 5 هي 111 ها هي 111 وصافي سالينا نمشيو للدوزيام اكزامبل دونك عندنا 5 هي 111 ها هي 111 و 6 عندنا هي 101 ها هي 101 فوالا دونك كان هذا هو الكود بي سي دي وكان هذا هو الكود بين ريفليشي وكانت هذه هي اخر بارتي من البروميير شابتر دونك دابا غادي ندوزو للدوزيام شابتر ديال لي فونكسيون لوجيك غادي نتعرفوا على لي سي فونكسيون لوجيك غادي نشوفوا الطريقه ديال الرسم ديال كل فونكسيون وشكون هما ونشوفوا لا سامبليفيكاسيون ديالهم ونكونوا كملنا الكور ونتمنى يكون هذا الشيء واضح ومفهوم واللي ما فهمش اي حاجه راه لي ميساج كيوصلوني وراه كنجاوب على كل شيء دونك اللي ما فهمش اي حاجه ولا بغى اي حاجه مرحبا ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي.